شبال بيبو انزاغي الذين يلعبون اليوم بديغو لوبيز في حراسة المرمى دانييل بونيرا على الجهة اليمنى طبعا في غياب اباتي وغياب ديتشيريو وغياب عادل رامي ثلاثي الدفاع. قلت دانييل بونيرا سيكون على الجهة اليمنى، ارميرو على الجهة اليسرى، فيليب ماكسيس وزاباتا على مستوى خط وسط الدفاع، مونتوليفو ديونغ وبولي في وسط الميدان، اوندا الجهة اليمنى، بونافنتورا الجهة اليسرى، وجيريمي مينيز. اول كرة مع جيرفينيو، ستعاني اليوم يا بونيرا من امام جيرفينيو، كرة في العمق، التغطية الدفاعية من هناك عن طريق مبيوا، رجعت دائما لعناصر فريق الميلان في الوسط، رد لمونتوليفو، التسديدة اولاندا، على مرتين اوندا واندريا بولي، لانه كان في سنه 2012 قريب جدا من الانضمام الى الميلان. هاي التسديده الرائعه جدا من اوندا، الكره الوحيده الصعبه في هذه المباراه لحد الان بعد 8 دقائق لعب، صدها الحارس مورغان دو سانتيس. غير تماما نايجولاني مايكون، مايكون يجي يجي اللاعب بونافنتورا، مايكون وبونافنتورا، مايكون تبع جيرفينيو، وصلته جيرفينيو، دخل مايكون مرفوعه خطيره بالراس، فلورنزي الراسية سهلة لديغو لوبيز، يرسل كرة طويلة أيضا بعيدة تماما على أوندا، تسترجع من نايجولان مع الفلورنزي، نايجولان لفرانشيسكو توتي، يرفع كرة ممتازة مفيش تسلل، فلورنزي خرج كالقط فلورنزي في القائمة، تنفذ الركنية بالراس، وديغو لوبيز وجد الكرة أمامه من امام دانييل دروسي، فرصه اخرى ضاعت لفريق لاروما بين عدد كبير من اللاعبين يا دروسي. من حسن حظ ديغو لوبيز الكره كانت سهله، في فريق لاروما عبر التاريخ في تنفيذ هذه المخالفه مباشره في اتجاه المرمى، يضربها بقوه فرانشيسكو توتي بقوه، قوية جدا هذه التسديدة وقوي جدا ديغو لوبيز، اغلق الزاوية كما ينبغي وسد هذه الكرة بمقبض يديه، جدا اوندا إلى الكرة صعبة وانطلاقة من هناك من جيرفينيو، لو دخل منطقة العملية يكون خطير جيرفينيو، بابا بابا با جول، لا 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 جيرفينيو كان رائع في وسط الميدان، يلعبها مع مونتوليفو، مونتوليفو بونافنتورا، وانطلق مينيز، هيلة منه مينيز ماهوش متسلل، راح مينيز، كرة صعبة للميلان، مينيز 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 مينيز، أوه ماذا تفعل يا مينيز؟ التوزيع الأرضية اليسارية لو مرت هذه الكرة من أمام مورغان دي سانتيس كان الهدف، تيس يرسل كرة طويلة بعيدة ناحية بونافنتورا، أوه خطا فادح، الكرة من بولي بعيدة، خطا فادح من مورغان دي سانتيس، بولي كاد يباغت لاروما بهدف عجيب من بعيد، شوف هنا من حوالي 50 متر الكرة بولي مرت بعيدة رغم أن مورغان دي سانتيس كان خارج. جيريمي مينيز 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 والدفاع، ما زالت الكرة لصالح عناصر الميلان، أولو لا با 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 با، يا لا من تسديدة يا منا يا مكسيس، لو طلب منك أن تعيدها 100 مرة لن تصيب بهذا الشكل، لو سجل هذا الهدف با 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 من أروع ما يكون يا مكسيس، بطل يلعب كرة عرضية من هناك على الجهة اليسرى مع زاباتا، زاباتا لأرميرو يرفع كرة هائلة في القائمة الثانية خطيرة، جيريمي مينيز ومورغان دو سانتيس، كرة صعبة لصالح الميلان، التسديدة لم تكن فيها القوة والدقة اللازمتين ولكنها كانت على يمين دو سانتيس، كادت تباغت فريق لاروما لولا هذه الارتماعة. صالح زاباتا خرجها زاباتا، صار متسع من المكان الآن بالنسبة لعناصر فريق الميلان مع جيريمي مينيز، عنده الكرة من هناك جيريمي مينيز، مينيز يتواغل مع هوندا، مينيز يبحث عن أحد رفقاء، يجد على جهة اليمنى مونتوليفو، أولا لا تسديدة قوية أرضية جانبية من أندريا بولي، كرة كانت صعبة مرة أخرى لصالح عناصر الميلان. فلورنزي زوج لاعبين امامه صاروا ثلاثه والحكم لم يقل شيئا، ديونغ وصلها لمينيز، انطلق مينيز يحب هذه الكرات، مينيز زاد في السرعه، مينيز هنا منه، مينيز مينيز يوصل، مينيز محتفظ بالكره مازال، يوصلها مباشره على الجهه اليسرى من هناك لصالح عناصر فريق الميلان، كره صعبه صعبه خطيره، دو سانتيس
كتيس ينقذ الموقف. يا سلام، دوسون كتيس من امام بونافونتورا، فرصه ثمينه ضاعت للميلان. يا سلام، مباراه حراس المرمى او حارسي المرمى، كره كم كانت صعبه وخطيره، التوغل، التسديدات الارضيه الساقطه هكذا، كم هي صعبه. المسدد كان اندريا بولي، عفوا بونافونتورا، الذي كان يسجل هدف الرابع هذا الموسم. مونتوليفو هوندا، هوندا متسلل، نعم متسلل، نعم متسلل 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 مناس. بطاقة صفراء خرجت من الحكم. طيب التسلل واضحة، بطاقة صفراء على انه كمل يلعب الكرة. نعم سجل هدف رائع، ولكن كمل يلعب الكرة رغم صافرة. كان حارس اساسي في فريق نابولي، عمره 37 سنة. كرة من هناك على الجهة اليسرى، ارميرو فوق عليه سيدو كايتا بالقوة اللازمة، ثم ارميرو في لمسة يد، ماذا هنالك؟ عندك بطاقة يا ارميرو، لمسة يد هي الثانية، وبالتالي البطاقة الحمراء. الاحتجاج على الحكم، هل سيخرجها؟ نعم، تحت ضغط حكم نيكولا ريتزولي، لا يمكن ان يخطئ خطا مثل هذا هنا. بطاقه صفراء ثانيه يمنحها الحكم بعدما تاخر، وبالتالي ستكون الحمراء اذا اخرجها. طبعا فعلا يخرجها والبطاقه الحمراء. ارميرو يغادر ارضيه الميدان بعد هذا الطرد بضغط من سيدو كايتا. ما دام انه الحكم صفر خطا، فمعناه انه لمس، شاف لمسه اليد، ولمسة اليد في القوانين اللعبة هي بطاقة صفراء. بطاقة صفراء زائد صفراء يساوي حمراء. ديسترا لليايج، ليايج فرانسيسكو توتي صار هو الموزع، يلعب لسيدو كايتا، وصل على مبيو على الجهة اليسرى، مبيو الميلان بعشر لاعبين، مبيو يرفع كرة سهلة لديجو. كرة من توروسيديس ضاعت للروما، سوء تقدير لاتجاه الكرة من الحارس ديجو لوبيز. كاد فريق لاروما يسجل هدف غريب. لا 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 لا، تورو سيديس من امام ديغو لوبيز. في الاول سيدو كايتا لنايجولان، نايجولان جيرفينيو، جيرفينيو نايجولان، جيرفينيو ريوف، جيرفينيو جيرفينيو. توغل العملاق الايفواري جيرفينيو، ماذا تفعل يا ديسترو؟ الحكم امامك، الحكم خلفك، ومكساس امامك. حكم المباراة يصفر خطأ لصالح فيليبي مكساس. هاي جيرفينيو عندما يتوغل داخل منطقة العمليات تلمسه لمسة بسيطة جدا، يسقط ويتحصل فريق لاروما على ضربة جزاء. قوته في توغلاته اللاعب جيرفينيو، وفي مهاراته وفنياته وسرعته ايضا التي يصنع بها الفارق. الان اليايتي وصل على جيرفينيو، ضغط كبير من جانب لاروما، جيرفينيو يراوغ، جيرفينيو يتوغل، جيرفينيو ثنائيه، يرجع تجاه بابا جول. اولا لا يا فرانشيسكو يا توتي، كم كانت اللعبه رائعه يا جيرفينيو. سايلي عاد مره ثانيه، مبيوا لعبها معاه، شوف جيرفينيو لعبها مع مبيوا. او با 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 با، حتى مبيوا يفنن في هذه الكره. عوده اليكس كانت موفقه، ثم توتي تسديدته وضربت في الدفاع وخرجت. يا ديغو لوبيز، رجلا المباراه اليوم، ديغو لوبيز الاول ثم الثاني دو سونكتيس. نعم صنع الفارق، صد كره بونافونتورا مع زاباتا، بونافونتورا وزاباتا. لم يقدروا عناصر الميلان على نقل الكرة لمنطقة فريق لاروما، التعب نال منهم. وصلت للشعراوي هذه الكرة، الشعراوي عند الكرة، يجي مونتاري، الشعراوي ومونتاري، الشعراوي هذه يفعلها، الشعراوي يراوغ ويسدد بين أحضان مورغان دو سونتيس. كرة سهلة مرهقة هذه، المباراة الأخيرة في سنة 2014 بين روما والميلان. روما تتعثر، روما تتعادل، ميلان يحقق نتيجة متعادلة في روما في الأولمبيكو أمام أكثر من 60,000 متفرج. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل بهذه المباراة، حتى ولو من دون أهداف، ألقاكم وأنتم بألف خير بإذن الله.